صيحات الموضة التي لا تقتصر على الملابس والحقائب والأحذية، بل تصل إلى فساتين الأعراس التي تحلم بها الشابة لسنوات قبل الوصول إلى ليلة الأحلام. إذن عن موضة فساتين الزفاف وكيف تختار العروس ما يليق بها، تحدثنا خبيرة المظهر ميساء طه. صباح النور. صباح النور ميساء. أنا ومنى من بداية الحلقة منتظرين هذه الفقرة. Perfect. والسؤال الأول، موضة الفساتين الجديدة والتي يعني الفساتين القديمة خلاص؟ بمعنى أنه الكلاسيكي أو الأشياء المتعارف عليها، هل يجب أن تتبع العروس صراحة الموضة؟ يعني هو في موضة بتنزل طبعا دائما، وكل سنة عندنا موضة جديدة لفساتين الأعراس، بس بشكل عام هو فيه دائما قصات كلاسيكية أو ستايل معين ما بنحس أنه القديم بيروح. في قصص معينة قديمة كتير خلص، أنه إذا لبستيها بيوم عرس ببين أنه أنت ماخذ شيء كتير كتير قديم، لكن في قصات أو أقمشة كلاسيك لو من كذا سنة لهلأ بدك تشوفي حالك فيها انه كنت يعني ممتاز شكلك، ما له دخل بالموضه. بس كل سنه بينزل عنا قصات جديده، بينزل عنا صراعات جديده، في عرايس بتكون شخصيتها انه انا حابه اكون على الموضه. يعني فهون لا بنقدر يعني بفتكر بيرجع لكل صبيه شو عم تحلم وتحلم كيف يكون فستانها. أيوة يمكن كمان المكان وشخصيتها والمكان اللي رح يقام فيه كمان بيلعب كثير دور تختاري كثير، اذا على البحر ولا بمكان مغلق كثير كبير. بس انه بفتكر هو حلم يعني بترسمه براسها او بذهنها كل عروس. كل عروس. حتى قبل ما تكون عروس وقبل ما تنختب كل صبيه بتكون دائما عم بتفكر وبتتابع. يعني انا يعني بقابل صبايا بتقول لك انه انا مختاره هاي، انا حلمي من زمان البس هيدا الفستان. اي حلمي من زمان البس هاي الفستان. حتى لو كان موضه او مش موضه، لكن صراحه يعني هالسنه او اذا بدك بعد ما رجعنا بعد الكورونا صار في لانه حابين نعمل اشياء جديده او نغير، او في عرايس حابه صارت تعمل ستيتمنت اكثر. يعني في قصص عم نشوفها ما كنا نشوفها قبل، زي يعني ورود ملون شوي او يعني ايه يلا عارفين على الموضه والخط الصرعات الجديده مثل ما سميتي. هلا 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 هالسنه وعلى 2023 لانه هلا هلا عرايس لازم 2023 عم نروح لفساتين كثير كبيره. اذا بتتذكر وقت الكورونا كثير نزلنا بالسمبل والناعم والبسيط، هلا رجعنا ناخذ اشياء كثير كبيره حتى اوديل او نافش. واللي انا استغربته كمان كان اللي هو فيهم الورود الالوان عم تدخل فستان ابيض بس الورد يكون فيه ملون. غير طبعا الاقمشه الشفافه عم ترجع انك تدخلي بين قماش شفاف مع الفستان، يعني تعملي فيهم ميكس بطريقه حلوه كثير. شفاف يعني التول او الدانتيل. صح صح. هلا هاي بيسز على اكسسوار الشعر هلا بنحكي فيهم، بس بتلاحظي كمان يعني مدخلين شفاف مع القطعه. وفي كثير اذا بنعرف احنا دائما الموضه دائما كانت تيجان وهيد بيسز كثير، هلا عم بتخف. هلا عم بصير ورود اكثر، يمكن عم بصير الشغل اكثر مثل ما احنا شايفين هيك بالورد بالقماش، شغل اكثر بالطرحه او حتى مثلا يعني في سرعات اكثر في طق في طق في طقايا نزلت. ما بحس انه هذا كثير بينزل عنا. في موضه غريبه، شو مش انه غريبه يعني انه الفساتين القصيره وحتى البدلات البيضاء. يعني انا ما بحس انه هذا كثير رح يزبط عنا بالعالم، لكن اذا شفنا عروض الازياء شفنا كمان كذا اطلاله مؤخرا لعروسات تختاروا انه يلبسوا فساتين قصيره او كمان جمب سوت او وهذا الشيء كثير غريب بالنسبه لنا. او حتى ميسا خبرينا، رح هيك نستعرض بعض الصور، خبرينا عنها اللي من تصاميمك القماش من انت نقيتيهم ان شاء الله انت تصممينهم كلهم تصميم احلى منهم كمان. خبرينا عن القماش وانت كمان شو بتفضلي لما تشوفي بين هول الفساتين. هلا القمايش حتى هلا بالجديد لانه عم بدخل عنا اللي هو الورد اللي بشكل كثير كبير، نعم، والكثير كمان حلو عم بدخل معنا اللون الازرق. يعني عم لاقي فساتين كلها لون ازرق فاتح او حتى انه داخل اللون الازرق او المورد. هلا انا يوجوالي شو بنصح العروس، مثل ما قلنا لازم شخصيتها جسمها وقاعتها. بس انا من الناس اللي بتحب مرات انه نعمل شيء شوي مميزك، يعني ما نروح كثير كثير كلاسيك. يعني اذا نازله هيك لون الالوان الوردي الناعم اللي داخل فيه لون شوي، ليه لا؟ ليه ما يعني اذا ما كثير بعدنا عن الكلاسيكيه او شخصيتك، ليه ما ندخل شوي لون؟ وحتى درجه اللون الازرق هي مثل بقى للكل. بس تخيلي عروس فيها ازرق فاتح بالفستان كثير غريب، حتكوني عملتي ستيتمنت كثير غريب وكثير جريء. يعني غالبا انا ومنى من المدرسه القديمه شويه الكلاسيكيه، فخبرينا حتى الفستان الابيض هو اسمه المتعارف عليه الفستان. صح الابيض، بس صح هو مش ابيض. صح صار في الابيض هو احد الخيارات. صح بيروح ابيضات السكريات، العاج، البيج، فاتح. صح
ما هي الالوان في هذه التدرجات اللي مش ازرق اللي دارجه هذا العام؟ شوفي ما في لون يعني الابيض دائما هو دارج بكل درجاته. اللي بيفرق اللي بيلبق لك انت لون البشره لون ولا البشره كثير بيفرق يعني في بشره الاندرتون تبعها او احنا بنقول هي اللي يعني ذهبي المخلوط فيها مثلا انت فيك على ذهبي انت الاندرتون تبعك هو يعني فيه على بينك اكثر هون بيفرق اللون البياض اللي بدك تختاريه انت الابيض تبعك بده يكون على كريمي على ايفري او على عاج على عاج بالضبط صح انا كثير بحب الذهبي بفساتين العرس بيطلع كمان بيطلع كثير حلو بالضبط هلا وين يعني وين الكونتراست هلا انت مثلا اذا البشره قلنا فيها اللي على زهر شوي انت بتقدري تلبسي الابيض اللي هو الابيض اللؤلؤي وكمان تقدري تلبسي الابيض اللي شوي الأبيض على درجاته البارده ايه بدرجات البارده بتقدري تلبسي اللي على ذهبي لانه ممكن يطفي من قد ايه اذا العروس كثير لونها فيه كثير زهر البشره احسن انها تاخذ شيء يطفيها ومرات كمان اذا زهر مو كثير لازم ما تاخذه كثير على صفار على ذهبي لازم يكون الابيض ابيض لؤلؤي او ابيض اذا ميثاء بتنصحيها انه تختبر درجه اللون اللي هي حباها قبل وتشوف لازم انعكاسها يمكن لازم على بشرتها كل عروس حتى نرجع بنقول اللي بتقول لك انا مثلا هاي القصه او هذا الستايل او هذا اللون دائما حلمي دائما بقولها اول شيء قيسي وانت يعني مو حاطه شيء ببالك قيسي كذا لون وقيسي كذا ستايل وكذا درجه لانه درجه الابيض الواحده كثير بتفرق على لونك على بشرتك والقصه اللي انت متخيلتيها بالاحلام يمكن ما تطلع يمكن ما تطلع عليكي صحيح لا بتقيس شيء ثاني وهو الفستان انا دائما بقول لهم حتى مثل العريس اتس ذا وان بتقيسي فستان وتحسي انه خلص هذا هو لإلي هيك نفس النصيب حبيت المثل حبيت المثل ميسا شفت كمان الفساتين في فساتين يمكن اللي مر قبل هالفستان هالفستان كمان كثير حلو شايفه في ورد الملون ملون ورد كثير غريب هلا يعني كذا ديزاينر هلا منزلين قصص فستان ابيض بس تلاقي فيه ورد يعني صراحه حلو هلا احنا بحس بتقاليدنا يمكن او بعالمنا لا لسه لكن ممكن اذا عروس عرسها على البحر او شيء مثل هيك حتى بعالمنا ممكن تاخذ قصه مثل هيك وفيه شويه الوان حلو التميز يعني بس ما عم قلنا نعمل شيء مجنون يعني ما عم قلنا نلبس البدله حلو بحس انه هيدا نهاره لا لا او هيدي تختار يعني شيء فيه شيء غير حتى هلا من القصص اللي عم تنزل موضه الجلافز هاي يعني ترند الكفوف الكفوف في عودة عامة للخمسينات والستينات لكل الأزياء فهاي مثلا الجلوفز يعني حلوة يعني هيدا اللي حبينا نعلق عليه كمان انه لما العروس تكون لابسه بدله يعني بحس انه بيوم ثاني مش بيوم العرس بس هذا رايي انا بتعرفي ميساء ربما في اول الحلقه اليوم كنا بنعلق على خلينا يوم نعمل فقره مثلها نستضيف ميساء ونتكلم على اطلالات المشاهير النجوم والمشاهير فكنا بنتكلم انه احنا كعرب عندنا ذوق مختلف صح وبنحبه يعني اللي هو فيه شوي والفخامه اكثر كمان في مكان ما هذا الشيء بيلحق كمان المكياج واختيار تسريحات الشعر أخبرينا أكثر أنه وين إحنا في الموسم القادم اتجاه على البساطة بساطة بالميك أب وبالشعر وحتى مثل ما قلنا بإكسسوار الشعر يعني حتلاقي كل العرايس الجيل الجديد عم بيميلوا للبساطة مع أنه إحنا مثل ما قلنا إحنا شوي كلاسيكيين أكثر ومنحب الميك أب أوضح أو يعني فخامة مثل ما قلتي أكثر لكن حتى يعني هلأ العرايس عم تختار أنه لو الميك أب واضح لكن هو بيشبهها ومش كثير مغير من ملامحها وحتى رفعات الشعر بدأت تخف صار بينزلوا بشعر نازل ويعني سيمبل أكتر وأقرب لشخصيتها ما يسبق لنا تقريبا دقيقة عروس بدها يعني حفلة زفافة بعد أشهر كيف هيك عطينا خلاصة بتجي لعندك قبل بكم شهر بتنصحيها أنا بحس لازم قبل ست شهور ست شهور بصير لو ثلاثة بصير بس ست شهور أحسن شيء أول لأنه بدنا نحط يعني شو نوع الفستان مين المصمم في مصممين بياخذوا وقت في مصممين لا أسرع لازم نكون عارفين وحاطين خطة مرتبة إذا بشرتها محتاجة بروجرام إذا وزنها محتاج يعني لازم نكون بحس ست شهور يعني كافيين انه نرتب على هدوء ما نستعجل ونخلص كل شيء على الوقت هيك بحس بدها وقت بدها يعني احنا بدها نفس نتمنى انه مشاهداتنا يجي لهم احنا بنقول للنصيب السريع اللي بيجي بيخطب بيتجوز وخلص بس ولكن اذا كان لديكم ست شهور يمكن وقت البدء بس حسب ما ضروري تلبسي بدري حتى لو كان الوقت في فساتين بنلاقي شيء جاهز لازم كورة بنخبركم شكرا جزيلا شكرا لك ميسا ان شاء الله اكيد بكون لنا لقاءات اخرى معك